السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد، يا رب تكونوا في أفضل حال. في فيديوهات سابقة تكلمنا عن الحوائط أو الستائر الزجاجية الكارتن وولز في برنامج الرفت المعماري. في الفيديو الأول تكلمنا عن أساسيات هذه الحوائط الزجاجية، كيف نرسمها ونضيف عليها التفاصيل المهمة للكارتن وول مثل المولينز والجريد، وكيف نغير في أنواع البانلز، وكيف نغير هذه التفاصيل ونعدل عليها. لو تحب ترجع لهذا الفيديو ظاهر لك الآن على الشاشة، وحطيت لك الرابط في الوصف لو تحب تشوفه بعد هذا الفيديو. أما في الفيديو الثاني دخلنا في تفاصيل أكثر وتعلمنا طريقة الرسم والتفريغ في هذه الحوائط الزجاجية والتعديل عليها. وفي الجزء الثاني من نفس الفيديو تكلمنا عن الكارتن سيستم، وهي الحوائط الزجاجية الخاصة في الماس في برنامج الرفت، وأيضا تعلمنا كيف نضيف عليها تفاصيل الكارتن وول وكيف نعدل عليها. ظاهر لك الآن رابط الفيديو أيضا على الشاشة، وحطيت لك كل روابط هذه الفيديوهات في الوصف لو تحب ترجع لها. أما في فيديو اليوم بنتكلم عن تفصيلة بسيطة لكن مهمة في الكارتن وول، وهي الكارتن وول كورنر موليونز. في ريفت في 4 أنواع اللي ظهرت لك الآن على الشاشة، أكيد في أنواع أكثر لكن هذه هي الأربع أنواع الأساسية للكورنر موليونز الموجودة في الريفت، وبنتعلم كيف نغير لهذه الأنواع. خلونا ننتقل الآن للريفت ونشوف التطبيق العملي. نبدأ ملف جديد، مجرد أني اخترت Default Architecture Matrix Template. ممكن نختار طبعا أي template إحنا نبغاه، نضغط على الكيبورد WA علشان نبدأ نشتغل في Wall Command، أو أنه نروح من Architecture ونختار على Wall. من هنا بس نفتح الوولز وننزل على تحت في 3 أنواع للكارتن وول. اليوم بنشتغل على السور فرنت لأنه هو من النوع من الكارتن وول اللي فيه كل التفاصيل اللي نحتاجها في الكارتن وول، اللي هم المولينز والجريد، ومقسم البانل وجاهز أن نبدأ نشتغل فيه. نختارها ونبدأ نرسم مثلا بهذا الشكل، طبعا أي طول مثلا بهذا الشكل. بس بالبداية بغير اليونت، نضغط على UN ونختارها متر أو سنتيمتر، نضغط على أوكي. أوكي الآن لو سوينا زوم إن على البلان، لو شفناها من هنا طبعا الكورنر مو صح ومو مزبط كتفصيلة، وأيضا لو حبينا يعني أو قعدنا حاولنا نجرها على وراء ما راح تكون مهما حاولنا إنها تكون بكورنر مزبوطة. نضغط Ctrl Z نتراجع، نفتح نشوف شكلها أيضا في 3D. لما نجي ونسوي زوم إن أيضا شكلها مو بصح، فاللي علينا نسويه إن إحنا نحدد على المولين. قبل نحدد على المولين، إذا إحنا حابين نشوف البلان بالثري دي أو أي فيوز مفتوحة مع بعض فريفت مع بعض، نضغط على WT للويندو تايل، الشورت كت لها WT. لو نبغاها كلها زومد إن نختار ZA لزوم أول. بس الآن إحنا يهمنا إن نشوف الكورنر بطريقة واضحة بهذا الشكل. نحدد على المولينز، طبعا ما في داعي انه نضغط على كنترول ونحدد على المولينز كلها اللي في نفس الصف. كل اللي علينا نسويه ان نقرب للكارتن وول وبعدها نضغط في التاب لما نحدد واحد من المولينز، وما يفرق هو اليمين او اليسار ما رح يفرق، بس نختار واحد منهم. بعدها نضغط على الماوس رايت كليك ونختار سيلكت مولينز ونختار اون جريد لاين، فبيحدد كل المولينز اللي على هذا الجريد لاين. الآن لو نبغى نغير من البروبرتيز تايب بنشوف انها كذا grayed out وما يمدينا نغير. كل اللي علينا نسويه انه نسوي لهذه الالمنت او المولينز انبن. في ريفت جدا سهل ان نسوي انبن، مجرد ان نستخدم الكيبورد شورت كت UP، او لو ما تبغى تسوي او ما تبغى تستخدم الكيبورد شورت كت او نسيته نضغط كنترول زد. الآن هي زي ما كانت بن، نختار سيلكت بريفيوس، نختار على هذا الايكون من الموديفاي في هنا انبن، نضغط عليها صارت كذا unpinned. الآن افتحت لنا الأنواع ونقدر نغير. بنشوف إنه للكورنرز زي ما قلنا في المقدمة في 4 أنواع، اللي هي هذه الأربع أنواع اللي مكتوب عليها كورنر. خلونا نشوفها مع بعض. مثلا نختار ال مولينز، أول ما نضغط عليها بيجينا على طول error، وهذا من أنواع الايرور اللي ما نقدر يعني نسوي continue، لا cannot be ignored error. كل اللي علينا نسويه اصلا هو اللي بيسويه انه بيحذف المولينز اللي كانت موجوده في الاتجاه الثاني، اصلا كذا كذا احنا ما نحتاجها. بنختار ديليت اليمنت وهم 4، نختار ديليت اليمنت وكذا صار الكورنر بهذا الشكل، فشكله في البلان وفي 3D صار افضل بكثير من الاول. لو نحب نشوف باقي الاشكال نضغط على الماوس رايت كليك ونختار سيلكت بريفيس، ما يحتاج ان نرجع نسوي سيلكشن من جديد. في هذه القناة عندنا فيديو كامل تكلمنا فيه عن السلكشن في ريفت. السلكشن من المواضيع اللي جدا بسيطة تكون في السوفت ويرز، بس من المهم ان نتعلم
الطرق السلكشن المتاحة في كل سوفتوير بحيث أننا نكون أسرع لما نجي نشتغل. حطيت لك رابط هذا الفيديو في الوصف والآن ظاهر لك على الشاشة. خلونا نشوف باقي الأنواع. في أيضا اللوع الثاني اللي هو بهذا الشكل. اختار Select Previous ونشوف الشكلين اللي باقي في هذا الشكل. Select Previous ونشوف الشكل الأخير. فكذا هذه الأشكال اللي موجودة في ريفت. طبعا ممكن نسوي كاستمايزيشن وندخل، بس نشوف هذه الأشكال إنها معقولة وممكن نشتغل على واحد منهم. طب لو حبينا إنه ما يكون أبدا في مولين نبغى نحذفه ونخلي الزجاج يلتقي ببعض، أيضا جدا سهل إن نسوي كذا. كل اللي علينا نسويه نحذف المولينز اللي موجودة في الكورنر كامل، نختارها ونضغط على ديليت. طول ما إحنا سوينا أنبن من البداية راح يسوي لها ديليت عادي وما راح يكون في عندنا اي مشكله. الكرتن وول من هنا مرسومه انها دائما تكون باديه في ريفت من السنتر لاين، علشان نخليها بالضبط يعني بتكون جنب بعض او ملتقيه ببعض وما يكون في انترسكشن بهذا الشكل، نحدد على واحده منهم، نضغط طبعا نضغط على التاب، وبعدها ممكن نسوي له انبن او ممكن نخلي البن ونروح الاديت تايب، ومن هنا من الاوفست نخليها زيرو، نضغط على الزيرو ونضغط على اوكي. فكذا باقي بس جزء بسيط اللي هو صار فيه الانترسكشن، وطبعا نقدر نغيره. نضغط على دي اي للدايمنشن او نختارها من هنا او من الموديفاي. نشوف كم المكان الصغير هذا المربع، نختار بمكان فاضي، نضغط عليه عشان نشوف الفاليو بالضبط، ومن هنا نختار على هذه المولينز وندخل الرقم اللي كان موجود، نختار عليها ونروح الاديت تايب. ممكن طبعا لو ما حبيت تفقد هذا النوع من يعني الديفولت سيتنج ان نسوي انبن وبعدها تسوي دوبليكيت وتعطيه اسم ثاني قبل لا تغير. بس لهذا الدرس بس بنكتفي ان نشوف الطريقه، نضغط على اوكي. صار كذا الالتقاء، فمعناته ان المفروض ندخل العدد بالماينس، بس ان نختار بالسالب عفوا ونضغط على اوكي. فكذا صارت عندي بهذا الشكل انها التقت بهذا الشكل وما صار فيه اي انترسكشن. طبعا لو كان هذا هدفك نضغط على كنترول زد. خلونا نشوف مثلا لو رسمنا شكل مربع، حذفنا هذا الكارتن وول وبعدها رسمنا، نضغط على ديليت وبعدها رسمنا، نضغط على دبليو اي وبعدها نرسم بشكل المستطيل او المربع مثلا بهذا الشكل، نخليها 10 × 10 مثلا كمقاس، وبعدها نحتاج ان نشوف ال 3D اكثر من البلان، فممكن نسويها بهذا الشكل. الان بنحدد الكورنر ونغيرها بنفس الطريقه. طبعا احنا زي ما احنا شايفين سواء في البلان او في ال 3D كلها شكلها غلط، لكن زي ما تعلمنا نقدر نغيرها بكل سهوله. كل اللي علينا نسويه ان نحدد بنفس الطريقه ونختار select mullions on grid line وبعدها نسوي لها انبن، ومن هنا نغير لأي نوع احنا نبغاه. ممكن نغير لهذا النوع ونختار delete element، وبكذا نسوي الباقي الكورنرز. نضغط على shift ونتحرك، نجي من هنا نحدد على هذا الجهة، ممكن نسوي كل الجهات مع بعض بس نكون ضغطين على الكنترول. ونختار من انه كن جايين من اليسار لليمين عشان يسوي selection بس على اللي يكون داخل البوكس السلكشن، نضغط على كنترول ونجي من اليسار لليمين. فكذا حددنا كل المولينز اللي موجودة في الكورنر، وعشان نتأكد انه ما احنا محددين شيء ثاني ممكن نضغط على الفلتر اما من هنا او من هنا، بنشوف ان عددهم 24 وكلها الكارتن مولينز، نضغط على اوكي ومن هنا نغيرها لنفس النوع لكن في البداية نسوي انبن، ومن هنا نغيرها للال، بعدها بيقول لي انه بيحذف باقي المولينز، نختار ديليت element، وكذا صار شكلها نظيف وصار شكلها صح وسويناها بسرعة. فهذا بكل بساطة كان درس اليوم، اتمنى يكون مفيد واضاف لمعلوماتك. صحيح تفصيلة بسيطة لكن مهمة، لو استفدت منها اشعرني بالضغط على زر اللايك، واكيد بكون ممنونة على دعمكم الدائم، والفيديوهات القادمة افضل باذن الله. فلو مهتم بالتعلم اكثر يفرحني اشتراكك في القناة وتكون جزء وصديق لهذه القناة. لو عندك اي سؤال استفسار او اقتراح لا تتردد بمشاركته بالتعليقات، وبرجع لك في أقرب وقت إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر على المشاهدة وأتمنى لك كل التوفيق. في أمان الله.